ما هي إلا ساعات على الرسالة التي وجهها أعضاء بارزون في الكونغرس الأمريكي إلى الرئيس جو بايدن لمطالبته بعدم تمديد الإعفاءات من العقوبات لنظام أسد بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في شباط من العام الحالي، حتى بات المطلب مشروع قرار يلزم إدارة بايدن بالأمر. رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول نشر في موقعه على الإنترنت مسودة مشروع القانون الذي تقدم به برفقة رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى جو ويلسون والنائب الجمهوري جيم بيرد، موضحاً أن المشروع ينص على بندين أساسيين، أولهما منع إدارة بايدن من تجديد أو تمديد الترخيص 23 أو إصدار أي ترخيص عام آخر لسوريا خاص بالزلزال. إلزام لوزراء الخزانة والخارجية والتجارة بإخطار اللجان المختصة بعدم إجراء أي تغيير في لوائح عقوبات سوريا قبل 15 يوماً من دخول التغيير حيز التنفيذ، أمور نص عليها البند الآخر من مشروع القانون الذي تضمن أيضاً تحذيراً من الجهود المكثفة من نظام الأسد وداعميه الروس والإيرانيين للاستفادة من الاستجابة الإنسانية للزلزال لصالحهم وفقاً لما وثقته تقارير عديدة، وأن النظام الإيراني ووكلاءه هربوا أسلحة فتاكة إلى سوريا لاستهداف قوات الولايات المتحدة تحت ستار الإغاثة. مشروع القانون الجديد يعد صفعة لأسد والدول المطبعة معه والساعية لتحقيق مكاسب ومشاريع في مناطق سيطرته، وفق ما يراه محللون سياسيون واقتصاديون مشيرين إلى أن مساعي إعادة شرعنة نظام أسد وتعويمه لا تسير في الطريق المرسوم لها. لا تعني أبداً بأننا خرجنا من دائرة الخطر،